الفصل الأول، غير مؤمن بعمق، لا أحاول تخيل إلها شخصيا، تكفيني هذه النشوة التي تنتابني أمام هذا الكون المحكم على قدر ما تسمح به حواسنا البسيطة لتقدير عظمته. ألبرت أينشتاين. احترام مستحق. الطفل منكفئ على العشب وحنكه بين راحتي يديه، فجأة يجد نفسه ممتلئا بالدهشة لإحساسه العميق بالجذور المتشابكة. غاية من الأحياء الدقيقة، عالم آخر مكون من النمل والخنافس، وبرغم من عدم معرفته بالتفاصيل وقتها، مليارات من بكتيريا التربة يساندون بعضهم لخلق العالم المجهري. فجأة يكبر العالم المجهري للأعشاب ويتوحد مع الكون، ويسرح الطفل بأفكاره بعيدا في ذلك الكون. لقد فسر الطفل هذه التجربة بمصطلحات دينية وقادته آخر المطاف ليكون رجل دين. لقد تم تنصيبه كقسيس في الكنيسة الإنجيلية، وأصبح القس في مدرستنا. أعجبت به كثيرا. رجال دين كرماء كهذا الرجل هم البرهان الأكيد بأنني لم أرغم على أن أكون متدينا أبدا. هامش. في درس الدين تمتعنا باستدراجه خارج الموضوع كي يحكي لنا قصصا مثيرة عن حكاية الطائرات الحربية والطيارين في الحرب العالمية الثانية. كان قد أنهى خدمته حديثا في سلاح الجو الملكي، وكان يتحدث والابتسامة تعلو وجهه، وربما لهذا السبب أشعر ببعض المودة للكنيسة الإنجيلية مقارنة بمنافساتها. نهاية الهامش. كان من الممكن في زمن آخر ومكان آخر أن أكون ذلك الطفل الذي ينظر للنجوم ويعجب ببرج الجوزاء وكاسيوبيا والدب الكبير، وتدمع عيناه من الموسيقى الكونية الغير مسموعة لمجرد درب التبانة مدفوعا بالرائحة العطرة لأزهار الحدائق الأفريقية. ليس سهلا الإجابة عن هذا السؤال، لماذا تدفعني نفس المشاعر باتجاه غير الاتجاه الذي دفعت به قسيس مدرستي؟ شائعة جدا ردود الأفعال النفسية الغامضة نحو الكون بين العلماء والمفكرين ليس لها أي علاقة بالإيمان بالغيب. لم يعرف القسيس في صباه ولا أنا أيضا بالأسطر الأخيرة والشعرية جدا من كتاب أصل الأنواع، المقطع الشهير الملقب البنك المشترك. مع الطيور تجدو في الغابات، ومع رفرفة أجنحة الحشرات فوقها، والدود الذي يسرح زاحفا في أرضها الرطبة، إلى آخره. نهاية الاقتباس. لو عرف بهذا السطر وقتها لشعر أنها تنطبق تماما على ما كان يفكر فيه، وربما ما كان ليتوجه لخدمة الكنيسة وإنما لتفهم موقف داروين ووجهة نظره عن كل شيء. هو اقتباس خلاصة للقوانين التي تعمل من حولنا. نهاية الاقتباس. بشكل مباشر من قلب حروب الطبيعة من المجاعات والموت يظهر أكثر الأشياء غرابة ورفعة نستطيع أن نتخيلها، ألا وهي ظهور الحيوانات الراقية. هناك الكثير من العظمة في هذه الرؤية للحياة بكل أنواع القوى فيها، وحصلت على الروح في بعض الأنواع وربما نوعا واحدا، وبداية من أبسط الأشكال البدائية تطورت أعداد لا منتهية من الصور والأشكال الرائعة. بينما هذا الكوكب استمر بالدوران في مساره تماشيا مع قوانين الجاذبية الغير متغيرة، كتب كارل سيغن في كتابه النقطة الزرقاء الفاتحة اقتباس. أعجب أنه لم يحصل قط أن نظر دين ما إلى العلم واستنتج ذلك أفضل مما ظننا. الكون أكبر وأعظم بكثير، بل هي أدهى وأشد أناقة بكثير مما أخبرنا عنه الأنبياء. بدلا عن ذلك يقولون لا لا لا، إلهي هو ذلك الإله الصغير وأريد له أن يبقى كذلك. لو أن دينا ما قديما أو حديثا قد أصر بشدة على الدهشة بعظمة الكون كما كشفه العلم الحديث، لحصل ربما على قدر كبير من التقديس
بدون أي ضرورة لوجود أي نوع من الإيمان التقليدي المتعارف عليه. نهايات الاقتباس: كل نهايات كتب سيغن تصيب نهايات الأعصاب وتسبب دهشة متعالية كانت حكرا على الدين في القرون الماضية. كتبي كذلك تطمح لنفس الشيء. خلاصة يتم غالبا وصفي بالتدين. كتبت إحدى الطالبات الأمريكيات عن رأي بروفيسور لها عندما سألته عني: اقتباس، من المؤكد أن علمه لا يتطابق مع الدين، لكنه مشمع بنشوة عارمة عن الطبيعة والكون، وهذا تدين بالنسبة لي. نهاية الاقتباس. لكن هل الدين هو الكلمة المناسبة؟ لا أعتقد ذلك. هذه النقطة تكلم عنها حامل جائزة نوبل للفيزياء الملحد ستيفن واينبرغ في الحلم بالنظرية النهائية. اقتباس: يحمل البعض رؤية عريضة ومرنة جدا عن الله، ومن المحتم أنهم سيجدون الله أينما بحثوا. نسمع أقوالا مثل الله هو النهائي، أو الله هو طبيعتنا المثلى، أو الله هو الكون. بدون شك يمكن أن نعطي كلمة الله تماما مثل أي كلمة أخرى أي معنى نريده. عندما تقول أن الله طاقة فسنجده إذن في قطعة الفحم. نهاية الاقتباس. واينبرغ على حق بدون أدنى شك، وحتى لا تكون الكلمة الله عديمة المعنى وبدون فائدة، علينا أن نضع لها تعريفا عاما يفهمه الجميع. كلمة تدل على خالق من عالم ما وراء الطبيعة، وشيء جدير بأن نتوجه له بالعبادة. الكثير من الضغط والحيرة سببها الفشل في التمييز بين ما نسميه الدين الأينشتيني من الدين الغيبي. استعمال أينشتاين لكلمة الله، وهو ليس الملحد الوحيد الذي فعل ذلك، بتضرع كان ولا يزال سببا لسوء الفهم من قبل العديد من الغيبيين المتدينين والمتلهفين، لسوء الفهم ليستطيعوا الادعاء بأن ذلك العالم اللامع كان واحدا منهم. كذلك النهاية الدرامية، هل كانت مؤذية أيضا لكتاب ستيفن هوكينج تاريخ موجز للزمان؟ وبذلك نعرف مكونات تفكير الإله حسب تعبير هوكينج، يساء فهمها بشكل مقصود. وسبب ذلك الاعتقاد الخاطئ طبعا عند البعض بأن هوكينج رجل متدين. عالمة البيولوجيا الخلوية إرسولا جودنوف في كتابها المقدسات في أعماق الطبيعة تبدو أكثر تدينا من هوكينج وأينشتاين. إنها تحب الكنائس والمساجد والمعابد، وبعض العبارات في كتبها تبدو وكأنها تتوسل لأن تجتزأ من المحتوى العام وتستخدم كذخيرة للمتدينين الغيبيين، بل تفعل هي أكثر من ذلك بأن تدعو نفسها متدينة مصيرة للطبيعة. ولكن قراءة دقيقة لكتبها تكشف بأنها في الحقيقة ملحدة قوية مثلي. نصير الطبيعة كلمة تحمل عدة معاني، وبالنسبة لي فإن أناشيد بطل طفولتي دكتور دوليتل للكاتب هوغو لوفتينغ، والذي له تأثير أكثر من ملموس في موضوع الفلسفة الطبيعية، لا تزال كلمة طبيعي تعني ما كانت تعنيه الكلمة في القرنين الماضيين، دارس للطبيعة. ومنذ عهد جيلبرت وايت في هذا السياق كان معظم الطبيعيين رجال دين. كان من المقدر على داروين نفسه أن يلتحق بخدمة الكنيسة أملا منه بأن حياة الرغد الريفية سوف تعطيه الإمكانية لمتابعة شغفه بالقنافس. ولكن الفلاسفة يستعملون كلمة طبيعي بطريقة مختلفة تماما كمضاد لكلمة ما وراء الطبيعي. جوليان باجيني يشرح في كتابه الإلحاد تعريف قصير جدا المعنى وراء التزام الملحد بالطبيعة. اقتباس: ما يؤمن به غالبية الملحدين هو أنه على الرغم من أن الكون مادي بحت، فإن العقل والجمال والعواطف والقيم الأخلاقية وباختصار كل ما في سلسلة الظواهر التي تعطي الحياة الإنسانية قيمتها قد انبثقت منه. نهاية الاقتباس.
إن عواطف وأفكار الإنسان تظهر من خلال عمليات متشابكة شديدة التعقيد في المخ. والملحد في هذه الحالة بنظر الفيلسوف الطبيعي هو شخص لا يؤمن بأن هناك شيء ما وراء العالم الطبيعي الفيزيائي، وليس هناك من خالق متفكر ما وراء الطبيعة يتصنط من وراء الكون. ليس هناك روح تبقى بعد بلاء الجسد ولا معجزات، لكن هناك الآن بعض الظواهر الطبيعية التي لم نفهمها بعد، وسنتمكن في المستقبل من تقديم تفسيرات لهذه الظواهر الغير مفهومة بشكل كامل باستخدام القوانين الطبيعية. إن معرفتنا لأسباب تكون قوس قزح لا يقلل ذلك من روعته وجماله. هذا هو العلم. عندما نفحص بعمق إيمان العلماء الكبار في أيامنا والذين يبدون كمتدينين في بعض الأحيان، نرى بأنهم ليسوا كذلك، وهذا بالتأكيد صحيح في حالة أينشتاين وهوكينغ عالم الفضاء المعاصر ورئيس الجمعية الملكية الحالي مارتن ريس. قال لي بأنه يذهب للكنيسة كإنجيلي كافر، وفقط بسبب ما أطلق عليه تسمية الولاء القبلي، نهاية الاقتباس. لا يؤمن بالمعتقدات، ويستفزه الإحساس الشعري تجاه الكون ككل الطبيعيين الذين نوهت عنهم. وفي معرض المناقشات التلفزيونية تحديت صديقي طبيب التوليد روبرت وينستون، أحد أركان الجالية اليهودية في إنجلترا، بأن يهوديته هي جزء من شخصيته، وأنه لا يؤمن بأي شيء ما وراء طبيعي، وكان على قاب قوسين أو أدنى من الاعتراف بذلك، ولكن تغلب عليه خجله في النهاية. الحق يقال، كان من المفترض أن يجري هو المقابلة معي وليس العكس. عندما ضغطت عليه قال بأنه وجد أن الالتزام باليهودية ساعده على تنظيم حياته وجعلها جيدة بشكل أو بآخر. ربما كان ذلك صحيحا، ولكن بالطبع ليس لهذا أي صلة بمصداقية الغيبيات. هناك العديد من اللامعين الملحدين والذين يلقبون أنفسهم باليهود ويؤدون الطقوس اليهودية، ربما بسبب الولاء لتقاليد قديمة أو لأقارب قتلوا، ولكن أيضا بسبب الحيرة والسعي لطمغ صفة متدين على العلامة المميز والمستحق للاحترام الأبدي ألبرت أينشتاين. ربما أنهم لا يؤمنون بالإله، ولكن هنا أستعير عبارة دان دينت، اقتباس: يؤمنون بالإيمان، نهاية الاقتباس. إحدى أشهر العبارات التي نقلت عن أينشتاين اقتباس: علم بدون دين هو علم أعرج، ودين بدون علم هو دين أعمى، نهاية الاقتباس. لكنه قال أيضا اقتباس: ما قرأتموه عن موضوع تديني هو كذب بالطبع، كذبة تكررت بشكل مدروس. أنا لا أؤمن بالإله الشخصي، ولم أنكر ذلك أبدا، بل على العكس فقد عبرت عن الموضوع بشكل واضح. لو كان في داخلي شيء من الممكن دعوته بالدين، فهو الإعجاب الغير محدود بهذا الكون المحكم بقدر ما قدرنا الكشف عنه بواسطة العلم حتى الآن، نهاية الاقتباس. هل يناقض أينشتاين نفسه بأن يعطينا كلمات نستطيع بها دعم الطرفين النقيضين؟ بالطبع لا. أينشتاين يعني بكلمة الدين شيئا مختلفا تماما عن المعنى المتعارف عليه. سأسهب في توضيح الفرق بين الدين الغيبي والدين الأينشتايني. ضع في الاعتبار دائما أن الآلهة الوحيدة التي سأدعوها بالوهمية هي الآلهة الغيبية. هناك بعض العبارات المنقولة عن أينشتاين لتعطينا فكرة عن نوعية الدين الأينشتايني. أنا متدين عميق بعدم الإيمان، وهذا بشكل ما نوع جديد من التدين. لم أنسب مطلقا للطبيعة هدفا أو دورا أو أي شيء يمكن فهمه بشكل سرمدي. ما أراه في الطبيعة هو بناء مدهش، ونحن نفهمه بشكل ناقص على أحسن الأحوال. هذا ما يملأ المفكر المتواضع بالنشوة. هذا بشكل عام شعور تدين بدون أن يكون له علاقة بالروحانيات.
فكرة الإله الشخصي فكرة غريبة تماما عني، بل وأعتبرها ساذجة أيضا. ومنذ وفاته والمتدينون بالطبع يحاولون الادعاء بأنه واحد منهم وبأعداد متزايدة، لكن المتدينين المعاصرين له كانت لهم وجهة نظر مختلفة بشكل كبير. في عام 1940 كتب أينشتاين مقالا يبرر فيه مقولته اقتباس: لا أؤمن بالإله الشخصي، نهاية الاقتباس. تلك المقالة وغيرها أثارت سيلا عاصفا من ردود الفعل من المتدينين، والكثير منهم لمح لأصله اليهودي. المقاطع التالية مأخوذة من كتاب أينشتاين والدين، والذي هو مرجع الأساسي عن مقولات المنقولة عن أينشتاين في موضوع الدين. قال أسقف الكاثوليك في مدينة كانساس اقتباس: من المحزن أن نرى رجلا يعود أصله لقوم العهد القديم وتعاليمه ينفي التعليمات العظيمة لذويه، نهاية الاقتباس. قسيس آخر استغل الموقف اقتباس: ليس هناك من إله شخصي، أينشتاين لا يدرك ما يقول وهو مخطئ كليا. البعض يعتقد بأنه يحق لهم إبداء الرأي في كل شيء فقط لأنهم قد وصلوا لدرجة عليا في أحد الفروع العلمية، نهاية الاقتباس. الفكرة بأن الدين هو أحد الاختصاصات والتي يحق للبعض أن يدعي الخبرة بها لن تمر بدون علامة استفهام. القسيس أعلاه لا تتم الإشارة له كعالم بالجن لخبرته في أنواع وألوان الجن هنا. كل القسيس والأسقف هنا يعتقدون بأن كون أينشتاين لم يدرس اللاهوت يعني أنه قد فهم طبيعة الإله بشكل خاطئ. الحقيقة عكس ذلك تماما. أينشتاين يعرف تماما ماذا نوع الإله الذي ينفيه. أحد المحامين الكاثوليكيين الأمريكان والذي يعمل لصالح منظمة تحالف الموحدين الدولية كتب لأينشتاين اقتباس: نأسف جدا لتصريح والذي فيه تسخر من فكرة الإله الشخصي. في خلال العشر سنين الأخيرة لم يكن هناك ما أعطى مبررا لهتلر لطرد اليهود كتصريحك هذا. أعترف بحقك في حرية التعبير، بالرغم من ذلك أعتبر تصريحك أعظم مصدر للنزاع في أمريكا، نهاية الاقتباس. حاخام نيويورك صرح بما يلي اقتباس: أينشتاين بلا شك عالم حاذق، ولكن وجهة نظره الدينية تناقض تماما الدين اليهودي. لكن لماذا ليس ونهاية الاقتباس. هامش لتصبح الجملة: عالم حاذق ووجهة نظره الدينية، إلى آخره المترجم، نهاية الهامش. عميد جمعية التاريخيين في نيوجيرسي كتب رسالة إدانة صريحة لأينشتاين، وفيها أكثر مما يمكن أن يكون فضيحة عن نقاط الضعف للعقل الديني، وتستحق القراءة مرتين على الأقل. اقتباس: نحترم علمك دكتور أينشتاين، ولكن يبدو أن هناك شيء ما قد فاتك تتعلم، ذلك بأن الله روح ولا يمكنك رؤيته بالمرصاد الفلك أو المجهر تماما، كما لن تجد أفكارا ومشاعرا من تحليل الدماغ. كما يعرف الجميع فإن الدين مبني على الإيمان الغيبي وليس على المعرفة. كل شخص مفكر قد مر بفترة داهمته فيها الشكوك الدينية. إيماني أنا بالذات قد اهتز في العديد من المرات، لكني لم أجهر لأحد بضياعي ولسببين: أولا لخوفي من أن مجرد الاقتراح يمكنه أن يدمر حياة وأمل إنسان ما، ثانيا لأنني أتفق تماما مع الكاتب الذي قال: هناك خيط من الخبث في أي إنسان من الممكن أن يدمر إيمان إنسان آخر. وكل أمل يا دكتور أينشتاين أنه قد أسيء فهمه، وأنك سوف تقول شيئا لإرضاء الشعب الأمريكي الذي يعزه فعلا تشريفك بينه، نهاية الاقتباس. ما أسوأ ما تكشفه هذه الرسالة، كل جملة فيها تقطر بالجبن الفكري والأخلاق. الخباثة أقل
ولكن الصدمة أكبر في رسالة من مؤسس جمعية معبد الجمجمة في أوكلاهوما. اقتباس: بروفيسور أينشتاين، أنا أؤمن بأن كل مسيحي في الولايات المتحدة سيجيبك لن نترك إيماننا بإلهنا وابنه المسيح عيسى، وندعوك جميعا بأن تعود من حيث أتيت إذا لم تؤمن بإله هذه الأمة. لقد باركت إسرائيل بكل ما في طاقتي، والآن تأتي أنت وبجملة واحدة من لسانك الكافر لتسبب أذى كبيرا لشعبك، وأكبر من أن يستطيع المحبون لإسرائيل والساعين لإخماد المعاداة للسامية تحمله في أرضنا. بروفيسور أينشتاين، كل المسيحيين الأمريكيين سيجيبونك مباشرة: خذ نظريتك المجنونة والخاطئة عن التطور وارحل بها عائدا لألمانيا من حيث أتيت، وإلا فعليك أن تتوقف عن محاولة هز إيمان الشعب الذي رحب بك عندما أجبرت على الهرب من بلدي. نهاية الاقتباس. الشيء الوحيد الذي أصاب به المؤمنون كان بأن أينشتاين ليس واحدا منهم، كان ساخطا دائما على الأقاويل التي تحاول وصمه بالإيمان. فهل كان إلهيا كما كان فولتير وديدرو، أم كان خلوقيا كما كان سبينوزا، والذي كان معجبا بفلسفته أشد الإعجاب؟ اقتباس: أنا أؤمن بإله سبينوزا والذي يكشف عن نفسه بالتآلف المرتب لكل الموجودات، وليس بالإله الذي يشغل نفسه بمصير البشر وتصرفاتهم. لنتذكر التعريفات مجددا: المؤمن هو الذي يفكر بأن هناك خالق ذكي الذي بالإضافة لخلقه الكون وما فيه يشرف على كل ما يحصل ويتدخل في أحداث ما خلقه هو بالأساس. في العديد من الأنظمة الإلهية فالإله يتدخل بشكل حميم في أمور البشر، يستجيب للصلوات ويغفر ويعاقب الأخطاء، يتدخل في العالم بأعجيب، يقضي بسوء وحسن الأفعال، ويعلم متى نفعلهم ومتى نفكر بفعلهم أيضا. الربوبي يؤمن أيضا بالخالق الذكي، ولكن نشاطاته كانت محدودة بصناعة وضبط قوانين الكون وصياغتها. إلهه لا يتدخل بعد ذلك في شيء، وبالتأكيد ليس لديه أي اهتمام بأمور الإنسان. الطبيعيون لا يؤمنون بالإله الغيبي بأي شكل، ويستعملون كلمة الله للدلالة على الطبيعة أو الكون أو الأحكام والقوانين التي يتعاملان بها. الربوبيون يختلفون عن المؤمنين بأن إلههم لا يستجيب للصلوات، وليس له أدنى اهتمام بذنوبهم أو اعترافاتهم، لا يقرأ الأفكار ولا يتدخل بمعجزاته النزوية. الربوبي يختلف عن الطبيعي بأن إله الربوبي هو نوع من الوجود الكوني الذكي وقد قصد ما فعل، بعكس الطبيعي الذي يطلق التسمية كبديل لقوانين الكون. الطبيعي من مشتقات الملحدين، والربوبي نوع مخفف من التدين. لدينا الكثير من العبارات المشهورة لأينشتاين والتي تدل على أن أينشتاين كان طبيعيا وليس ربوبيا، مثل الإله خفي ولكنه ليس خبيثا، أو الإله لا يلعب النار. هامش رد أينشتاين الشهير على النظرية الكمية التي لم يقدر التصديق بها. المترجم. نهاية الهامش. أو قوله: هل كان لله خيار في خلق الكون؟ بالتأكيد لم يكن مؤمنا. يمكن تفسير الله لا يلعب النار بالعشوائية ليست من صميم الأشياء. وهل كان الله خيار في خلق الكون؟ يمكن تفسيرها بهل هناك إمكانية لتكون بداية الكون مختلفة عن التي كانت عليه؟ أينشتاين استعمل كلمة الله بشكل مجازي ورمزي، نفس الشيء فعله ستيفن هوكينغ والكثير من الفيزيائيين الذين عبروا بلغة الدين المجازية. بول ديفيس في كتابه عقل الإله يبدو بشكل ما بين طبيعية أينشتاين والربوبية الغامضة. كتابه هذا أكسبه جائزة تيمبلتون، مبلغ كبير من المال يدفع سنويا من منظمة تيمبلتون عادة لعالم ما مستعد لقول أشياء جيدة عن الدين. دعني ألخص دين أينشتاين ببعض ما قاله هو نفسه. اقتباس: الإحساس بأن خلف ما نعرفه
ونحس به، يوجد شيء ما لا نستطيع إدراكه، وهذا الشيء يمسنا بجماله وسموه بطريقة غير مباشرة وبشكل يكاد يكون غير محسوس. هذا شعور ديني، وأنا بهذا المعنى متدين. نهاية الاقتباس. حسنا، بهذا المعنى فأنا متدين أيضا. مع التحفظ على عبارة اقتباس لا يمكننا إدراكه، والتي لا يجب أن تعني لن يمكننا إدراكه يوما ما، لكنني لا أفضل نعت نفسي بالمتدين بأي شكل، لأن ذلك سيؤدي لسوء الفهم، حيث أن الدين يعني للغالبية المطلقة الدين الغيبي. كارل سيغن عبر عن ذلك بطريقة جيدة. لو عنينا بكلمة الإله مجموعة القوانين التي تحكم الكون، فهذا الإله موجود بالتأكيد، ولكن مثل هذا الإله لن يشبع رغباتنا العاطفية، لأنه من غير المنطقي أن تصلي وتطلب غفران الخطايا من قانون الجاذبية. نهاية الاقتباس. المدهش هنا أن المعنى الذي نوه له سيغن كان بمثابة أنذار من الماضي، حيث عام 1940 عندما نوه إليه البروفيسور دكتور فالتون شين المرسوم كبروفيسور قص في الكلية الكاثوليكية في أمريكا كجزء من هجومه الشرس في الرد على مقولة الإله الشخصي لأينشتاين. شين سأل بسخرية فيما إذا كان هناك من يريد وهب حياته لمجرد درب التبانة، ظن بأنه في ذلك يناقض مقولة أينشتاين، ولكن هذا في الحقيقة دعم لها، حيث أنه يستطرد قائلا هناك خطأ واحد في دينه الكوني، حرف واحد فقط. نهاية الاقتباس. هامش. اثنان، تلاعب بالألفاظ الإنجليزية كوزميك وكوميك. المترجم. في الحقيقة إنه لا شيء كوميدي في معتقدات أينشتاين، لكن وعلى كافة الأحوال آمل أن يتوقف الفيزيائيون عن استعمال كلمة الله بمعناها المجازي. الله المجازي للربوبيين هو بعيد بسنين ضوئية عن الله التقليدي للمؤمنين ومعجزته وتدخله في حياة الإنسان وعقابه على الذنوب أو استجابته للصلوات، وكل ما يعني به في اللغة المحكية أن خلط الاثنين معا في رأيي هو خيانة فكرية على أعلى المستويات.